طيب احنا ممكن نعيش حياتنا في سعادة ازاي؟ انا هقول بقى اول حاجة ان احنا لازم نعرف قيمة نفسنا، او كل واحد يعرف هو ايه، او يتعرف على نفسه يعرف قيمة نفسه. في حاجة بقى ان انا لازم اعرف اول حاجة قيمتنا عند ربنا ايه، ايه كرامياتنا عند ربنا. ربنا عمل لنا كراميات كتير جدا جدا قبل ما نعيش حتى في الحياة، او قبل ما نتخلق في الحياة في كراميات كتيرة جدا جدا ربنا عملها لنا. اول حاجة من كراميات ربنا للبني ادم او للانسان او اللي عملها لسيدنا ادم، ان هو خلق فيه الروح من ربنا نفسه ونفخ فيه من الروح. دي اول كراميات ربنا لينا. تاني كراميات ربنا ان هو خلقنا من ماده طينيه، ماده الطين دي اللي هي عباره عن الخير، عن الزرع، عن امتداد الحياه، عن الحكمه، عن اصل الحياه اللي هي ماده فيها خير، فخلق بيها البني ادم. بعد كده ان هو خلى الملائكه تسجد لنا، تسجد لبني ادم، وده من كراميات ربنا للانسان نفسه في قلب يعني قيمه الانسان عند ربنا. بعد كده علم ادم الاسماء كلها، ما علمش الملائكه، لا ده علم مين؟ الانسان. خلق الجنه علشان الانسان ينعم بيها ويكون دار بقاء ليه. خلقنا خلفاء في الارض ليه، يعني لربنا. خلق الكون كله وسخر الكون كله لبني ادم، وخلى كل الكون تحت سيطره الانسان. من ضمن كراميات ربنا لينا كمان ان هو خلق لنا او انزل لنا القران الكريم علشان يعدل من سلوكياتنا وتعاملاتنا في الحياه، وان احنا نتعامل وكل حاجه في الدين سواء عن الزواج، عن الطلاق، عن الميراث، عملها لنا في القران الكريم ان احنا نتخذ منه اسلوب حياتنا او سلوكياتنا او دستورنا او التشريعات بتاعتنا اللي احنا هنمشي بيها في الحياه. من كرامات ربنا كمان ان احنا ميزنا عن سائر جميع المخلوقات بالعقل والتدبير والحكمه، ان احنا طبعا الحكمه والتدبير والعقل ان احنا بنفكر ازاي احنا نكون عندنا او نسعى على حقنا الانسانيه. من ضمن حقنا الانسانيه ايه بقى؟ راحه البال والطمانينه. راحه البال والطمانينه تيجي منين؟ اللي هي راحة الجسد وراحة البال والراحة النفسية والبدنية، دي بتيجي ان احنا بندس عليها ان هي يعني احنا يعني عايزين نعيش في راحة بال واطمئنان. طب هنعيش في راحة بال واطمئنان ازاي؟ ان احنا بندور على السعادة جوه اسرة او تكوين اسرة. طب هنكون اسرة او نعيش جدا. ما انا هقول لحضرتك هنعيش في سعادة بقى في الاسرة ازاي؟ ان احنا بندور على ونيس. طيب بالرغم ان سيدنا ادم كان عايش في الجنه، لكن دور على الونيس عشان تكتمل السعاده ليه، فربنا خلق له الونيس السيده حواء.